بسم الله الرحمن الرحيم. انتصر الله ينصركم. انظروا يا عرب يا مسلمين، هذا ما يحصل لنا في كل يوم، نقصف في كل يوم على بلدة الغنطة الريف الشمالي لحمص. المقصود هو تدمير مسجد حمزة بن عبد المطلب، لا يوجد بيت حوله إلا وقصف. انظروا يا عرب. حتى خزانات المياه لم تسلم. 19/9/2012. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار.